عرف العرب الخط منذ قديم العصور وقبل الأبجدية التي عثر عليها في أوغاريت راس شمرة بآلاف السنين، وقد عثر في شبه الجزيرة العربية وفي أماكن مختلفة على كتابات عربية مدونة بخط مسند، لذا اعتبره الباحثون والمؤرخون القلم العربي الأول والأصيل، وهو خط أهل اليمن ويسمونه خط حمير. استمرت حالة تطور الخط العربي في بداية عهد الخلفاء الراشدين على ما كانت عليه في العهد النبوي، وفي 30 مارس عام 2020 وبناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية، سلمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الملف العربي المشترك إلى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتسجيل عنصر فنون الخط العربي للقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. الخط العربي روح وترجمان ريشات وأياد مبدعة، وهذه الدلالات لا تخفى على خطاطة مثل حياة محمد، فنانة تسهو لوحاتها بزخرفة الخط العربي من أبجد وهوز، تجذب كل مار إلى لوحاتها ذات الأنماط العربية في أرض حبشية. يعد مجال فن الخط العربي مجال جديد، وإعداد منصات أو معارض تجسد الخط العربي بكل حروفه من الألف إلى الياء ليس متعودا في بلادنا. والآن هناك إرادة قوية في إثيوبيا لتعلم فن الخط العربي، ونرى الكثير من الإقبال على هذا المجال حيث يسألني الكثير من الناس أين تعلمت هذه الخطوط، ويستغربون كثيرا حيث أني لا أتكلم اللغة العربية. تميز لفن الخط العربي عما شهد العالم من فنون بزخارفه وحركاته واتصال حروفه ببعضه البعض. فن الخط العربي يختلف عن باقي المجالات كونه مجال يمثل الإبداع بكل ما فيه وخلق تصاميم جديدة تجذب الأنظار، كما يعزز فن الخط العربي قيمتك الشخصية ويطور الذهن ويصفيه من الأفكار السلبية، حيث عندما يحب الشخص المجال الذي يعمل فيه يجعله مبدعا، ولذلك يظهر على الشخص التأثير أو الاستماع خلال مراحل التخطيط. ولهذا الرغبة مهمة جدا، حيث أنه ليس بالمهام السهلة ويحتاج صبرا كثيرا وخاصة في بداية التعلم. وفي رأيي هناك ترابط كبير بين علم النفس والخط العربي، حيث يساهم في تعزيز السلام والراحة النفسية. تقبل إثيوبي لفن عربي تمازجت فيها الثقافات وسجل عصرا من نكهة إثيوبية عربية. تقبل الشعب الإثيوبي لفن الخط العربي ومجال علم النفس إيجابي، بالذات إلى فن الخط العربي، ورأيت ردود أفعال إيجابية للجمهور، ولكن رأيت أيضا سلبيات عدة. أي الحكم على فن الخط العربي من خلال قياسه مع أعمال فنون الكمبيوتر والجرافيكس، ولا يقيسونه من منظورك أنت أو منظور الفن اليدوي. أما نظرا إلى إثيوبيا في توسع مجال علم النفس فإنه ليس بالكثير، وذلك مقارنة بالبلاد الأخرى. رغم ذلك فإن المجال يشهد توسعا وتقبلا كبيرا في قدون السنوات الأخيرة.